حتى في تظاهراتهم وهم يواجهون رصاص الحكومة لم يتخلوا عن أناقتهم بروح تملأها الحياة والتفاؤل. مشاهد غابت عن تظاهرات الربيع العربي وحضرت في انتفاضة العراق. حلاقون يتبرعون من أجل حلاقة شعور المتظاهرين مجاناً في مدينة الكوت، معتبرين تلك الخطوة مبادرة رمزية تدل على مساهمتهم في تقديم ما أمكن لدعم المتظاهرين. في الهواء الطلق بساحات التظاهر تولى عدد من الحلاقين مهمة الحلاقة المجانية لكل متظاهر بشكل يومي ما دامت التظاهرات مستمرة بلا كلل أو ملل، ومن أجل ذلك أغلقوا محلاتهم التي تعد مصدر رزقهم، مؤثرين العمل التطوعي خدمة لأهداف الانتفاضة. والله يا مبادرة مال الشباب أبطال يساعدون المتظاهرين ويشجعونهم، شجاعة هاي المتظاهرين ويشوفونهم، شوفوا جاي مثل شلون الشعب جاي يساعد المتظاهر، الشعب قلب على قلب وقاموا يسوون بناتهم أحزاب وهاي سوالف جاي يذلون الشعب. لا احنا ما عندنا مذلة، احنا بدنا نعيش بكيفنا ونمشي بكيفنا. رغم رمزية هذا العمل إلا أنه عميق في أبعاده، فهو أوضح صورة عن تضافر جميع فئات الشعب، الأكاديمي والحرفي والعامل، كل يجود بما يملك، يدفعه حب الوطن ومرارة واقعه، ويحفزه أمل الخلاص من النظام الفاسد. إنها زوايا مشرقة جمعت بين دعابة العراقي في تظاهراته وامتلائه بحب الخروج بمنظر أنيق حتى ولو كان في وجه الرصاص، لتبقى هذه الصور محفورة بذاكرة الأجيال القادمة، حيث أن عدة الحلاقة وعربة التوك توك وبائعة المنديل كانوا رموز حراك سلمي قارع قيود الموت والطغيان.